إلى التفاصيل ومنتدى ديفيس الذي يحاول توحيد الجميع في عالم منقسم، وهو تحدي صعب، وهذا ما يحاول المنتدى هذا العام القيام به. مؤسس ورئيس المنتدى كلاوس شواب في خطابه الافتتاحي للمنتدى حذر من أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد أصبحت غير مسبوقة في الوقت الذي يستعيد فيه العالم وانتعاشه تدريجيا من الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وأعرب شواب عن أمله في أن تتمكن جميع الأطراف من بذل جهود مشتركة لمعالجة هذه المسألة. قال كلاوس شواب في خطابه الافتتاحي للمنتدى لهذا العام إن الوقت قد حان لمد أيدينا للذين تخلفوا وراءنا. لن يكون النمو الاقتصادي المستدام ممكنا إلا إذا كان لدينا تسامح اجتماعي. وقال شواب إن المنتدى لهذا العام تحت عنوان بناء مصير مشترك في عالم منقسم يهدف إلى تحليل التحديات التي يواجهها المجتمع الإنساني ومحاولة إيجاد حلول من خلال الجهود المشتركة. نحن هنا في هذه القاعة، لدينا مسؤولية خاصة لنثبت أنه فقط من خلال الجهود المشتركة يمكننا تحسين وضع هذا العالم. تتماشى تصريحات شواب مع ما اقترحه الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى دافوس للعام الماضي. اليوم أصبحت البشرية مجتمعا مترابطا ذا مصير مشترك. البلدان لديهما مصالح واسعة تتلاقى وهي تعتمد على بعضها البعض. تتمتع جميع الدول بحق التنمية، وفي الوقت نفسه ينبغي لهم النظر في مصالحهم في سياق أوسع والامتناع عن ملاحقتهم على حساب الآخر. قال شي جين بينغ إن مختلف الدول مهما كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، ويجب على جميعها المشاركة في عملية اتخاذ القرار والتمتع بحقوق وتحمل واجبات على قدم المساواة. من أجل تحقيق تنمية أكثر توازنا وضمان المساواة للناس في الحصول على الفرص والتمتع المشترك بثمار التنمية، علينا إكمال المفهوم والنمط التنمويين وتعزيز العدل والفعالية والتنسيق في التنمية. إذا بذلت كل بلاد جهودا في هذا الشأن، فهدف بناء مجتمع ذي مصير مشترك قابل للتحقيق. طالما نسعى لهدف بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية ونعمل يدا بيد للوفاء بمسؤولياتنا والتغلب على الصعوبات، سنقدر على خلق عالم أفضل وجلب حياة أحسن لشعوبنا.